ننتقل لخبر تاني وهو متعلق بوزارة التموين اللي بتكثف طرح المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين مع اقتراب أعياد شم النسيم، وتم بالفعل التعاقد على كميات كبيرة من المنتجات وخصوصا الأسماك المملحة زي الرنجة والفسيخ والأسماك الطازة والمجمدة، ودي بأسعار مخفضة بتتراوح من 20% لـ25% وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية. الدكتور علاء الدين فهمي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين أكد أنه تم طرح 100 طن فسيخ بسعر 100 جنيه و300 طن رنجة بأسعار بتتراوح من 25 إلى 35 جنيه للكيلو الواحد، وده طبعا استعدادا لأعياد شم النسيم في ظل زيادة إقبال المواطنين على شرائها الأيام دي ولمزيد من المتابعة. طيب احنا هنجهز تليفون حالا، بس يعني خليني يعني اسال برضو يا جماعه في مزيد من المتابعه برضو، بس بخصوص الاستاذه مها بتحتفل ازاي بشم النسيم واخبار الرنجه والفسيخ؟ انا اللي بتحب إيه؟ الفسيخ بشكل مش طبيعي، فانا بحب الفسيخ جدا، وفي ناس ما بتحبوش فبتجيب رنجه بدل الفسيخ. انت بتحبي ايه؟ رنجه، بحب الرنجه. لا انا الرنجه والفسيخ بحبهم، بس الفسيخ بالنسبه لي لطيف قوي في الوقت ده. لا يعني كنت زمان بحبه بس لما كبرت شويه، انت شايفين يعني بدات اكبر اهو بطول وكده، امورتي الحلوه بقت بدات استوعب يعني ليه، يعني احنا ليه بنعمل كده في نفسنا وكده. طب ايه بس هو عاده من العادات اللي لازم نقول ده، استوعبت ان ليه يعني ليه بيحصل كده، واقعد متضايقه من نفسي قوي، كنت اعمل الجريمه واقعد ازعل بعدها. الجريمه ان هو يعني الفسيخ ريحته صعبه وكده؟ لا مش ريحته، لا مش ريحته بس صعبه، يعني بيتعب، يعني هو في الاخر هو بيتعب شويه، يعني بيبقى تقيل وبعدين ممتع جدا كتير جدا. يعني انا عندي اعرف بقى الناس كلها اللي يا جماعه بتاكل اليوم ده بالرغم ان هو تقيل وفي منه حادق، في منه طبعا منه عادب اذا كان فسيخ او ملوحه، بس الناس بتاكل فيه كتير قوي، يعني هم ممكن ينسوا ياكلوا بثلاث اربع رغيف مثلا، رغيفه تعيش ثلاثه اربعه كبار دول. فانت ايه بقى؟ قوليلي. لا انا بس بتمنى ان المصريين لما يحتفلوا في الشوارع وفي الحدائق العامه ما يسيبوش القمامه او اللي بيتبقى منهم في، يعني لازم الحاجات دي تتلم يا جماعه، يعني وانتم بتخرجوا تحتفلوا. ودي طبعا عاده، يعني عاده من ايام المصريين القدماء ان هم بيروحوا في الحدائق العامه وبيحتفلوا باعياد شم النسيم. بس اعتقد يا ماما بقوش الموضوع، المصريين بقى عندهم وعي شويه في المواضيع دي. احنا برضو يعني بناكد على وعي اكتر، انه كل واحد وهو خارج ومعاه الاكل بتاعه طبعا يكون دايما في اكياس فارغه علشان يترمي فيها في الاخر اللي بيتبقى من الاكل، ويتلم ويتقفل كده كويس وتاخده معاك وترميه في اقرب يعني باسكت يكون طبعا موجود. والليمون بقى مهم جدا بقى طبعًا. موضوع الليمون ده ان انتوا يا جماعه ليمون تعصروا ليمون طبعا. انا جوعت كده على فكره، جوعتيني وانا على الهوا. وصفه، انا عايزه اقول لكم وصفه للرنجه حلوه قوي. ايه بقى؟ طبعا الرنجه بتجيبيها ومخليه، او انت بتجيبيها مخليه او بتخليها ايا كان طريقتي بقى، يعني انا هعمل لك دلوقتي اللي ما يتعملش قبل كده. إيه؟ عادي يا مها، ايه يعني طحينه وليمون وزيت ورنجه وتحطيها في وبصل صغنن تقطعيه الاخضر ده وتقطعيه جواه وتحطيهم كلهم. حطهم جوه فين؟ برطمان او بوكس كده مثلا. اه طب هو برطمان ولا برطمان؟ لا برطمان. ايه برطمان دي؟ برطمان ولا برطمان؟ ابعتوا لنا يا جماعه وقولوا لنا الموضوع ده، يعني الموضوع ده مهم. لا ممكن نحطه جوه بوكس كده، عشان البرطمان ده هنجيبه ازاي من جواه بالمعلقه بقى وندلقه. يعني ساعات كده اي دونت، يعني ممكن. طب انت عندك وصفه مختلفه عن الوصفه بتاعتي عشان تعرفي ان انا طباخه ماهره؟ لا وانا مش طباخه ماهره على فكره خالص، وما بحبش المطبخ وبعترف بده في كل حته. طب انا بقى بعترف، بحب اكل جدا. اعترف لكم اعتراف على الهوا يا جماعه ان انا طباخه شاطره جدا جدا، ونفسي حلو في الاكل، وبحب المطبخ بكل حاجه بقى، بمواعينه بحلله بكوباياته بكل حاجه.